المحافظة على توازنات المالية للاقتصاد الوطني هو ما يهدف إليه مشروع قانون المالية لسنة 2021، آخذا بعين الاعتبار أثار الحجر الصحي على النشاط الاقتصادي. وإن تأرجحت الأرقام بين عجز الخزينة العمومية وتراجع احتياطي الصرف مع تسجيل نمو اقتصادي طفيف. بالنظر إلى مستوى العجز الكلي في ميزان المدفوعات سنة 2021 نقص 3.60 مليار دولار أمريكي، فإن مستوى احتياطي الصرف سيبلغ 46.84 مليار دولار أمريكي. حقق النمو الاقتصادي انتعاشا بنسبة 3.98% في عام 2021، بلوغ معدل التضخم لسنة 2021 نسبة 4.50% ثم 4.05% لسنة 2022. عجز في الميزانية قدره ناقص 13.57% بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام. العديد من الضرائب تم إلغاؤها في إطار مشروع قانون مالية 2021 مع الإبقاء على أخرى ورفع نسبتها، إلى جانب مزايا جبائية للشركات الناشئة والحاضنات وكذا تشجيع الاستثمار والتصدير. المواطن البسيط منظرش خاصة لما يكون الضرائب، لأنه كانت افقية ولم تعتمد على قطاعات معينة، فقط أنه في شكل الخدمات طبعا تم تدعيم قيمة الضرائب، ولكن هنا ممكن جدا نقيس نقطة أنه التحصيل الضريبي يبقى ضعيف في الجزائر وضرورة ترقية القطاع الضريبي. التدابير أغلبها تصب في دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة من أجل النهوض باقتصاد وطني جديد. أيضا بالنسبة لدعم هذه المؤسسات من أجل الاقتصاد، أيضا شفنا بعض الضرائب البسيطة اللي هي خصوصا في المواد السامة على غير التبغ والكبريت. مشروع قانون مالية 2021 يختلف عن سابقيه في جوانب، خاصة تأثيره المحدود على جيب المواطن ودعمه للمؤسسات.